نتكلم عن المرحله الانتقاليه، اجمل المجلس التاسيسي سجن مناضلين بمجرد انهم تكلموا على المجلس التاسيسي، ارغموا على 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 المنفى حسين ايت احمد منذ 63 وهو يتكلم على المجلس التاسيسي، يتكلم على المرحله الانتقاليه، يتكلم على الحريات. يعني سجنت ناس، قتلت ناس على اساس انها تبنت فكر معارض لهذه السلطه. ثم لمده 20 سنه يعدل الدستور 3 مرات، لا توجد دولة في الكرة الأرضية عدلت دستورها 3 مرات في 20 سنة، لا توجد، غير موجودة. عدل الدستور لمدة 3 مرات على أساس أن هذا الدستور يؤدي إلى توافق، يؤدي إلى الحريات، يؤدي يؤدي يؤدي، ولكن في آخر المطاف كل العمليات السياسية التي يعني تمت منذ 20 سنة لم تؤدي إلى القاعدة الأولى في الديمقراطية، القاعدة رقم 1 في الديمقراطية هي التداول على السلطة. عندما تتم الانتخابات، تلغى الانتخابات، من ألغى الانتخابات هي السلطة، من قدمت الانتخابات هي السلطة، من أجلت الانتخابات هي السلطة، السلطة تتحمل كل هذا، السلطة هي التي تتحمل الأزمة. كان يقال لنا في 3 أشهر قبل هذا إنجازات الرئيس وفخامة الرئيس وماذا قام الرئيس. في آخر المطاف حصلت الجزائر في أزمة يعني خانقة على كل الأصعدة، على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، على الصعيد السياسي، وهناك أي ما زالت مجموعة تريد أن تناور ضد الشعب الجزائري، تلعب ببعض المصطلحات، وهذا فن معروف. معلش الفن المعروف عند النظام الجزائري يتبنى مصطلحات ليفرغها من معناها. خلينا نتقدم، تبنى الاشتراكية، تبنى الثورة، تبنى المصالحة، تبنى الديمقراطية. إذن عندما تتم تجارب سياسية لمدة 20 سنة، كل الانتخابات، كل الإصلاحات، كل القوانين لم تؤدي إلى التداول على السلطة، هذه السلطة ليست لها اليوم الشرعية ولا ثقة أن تدير عملية ما في السياسة. هذه السلطة انتهت، بوتفليقة انتهى، يجب المرور إلى الجزائر التي أسسها هذا الشعب، الجزائر التي يحكم فيها فخامته، فخامة الشعب الجزائري.